أحبائي أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج ختم النور. المثل عن الملكوت اللي أحب أعرضه عليكم النهاردة هو من لوقا 17:7-10. يسوع بياخد صورة الخادم ليكلمنا عن موقفنا من الله. بيقول: مين فيكم ليه خادم بيحرس أو يرعى ولما يرجع من الحقل حد يقول له تعال اجلس للطعام؟ مش هنقول له حضر لي العشاء وشد وسطك وتعال اخدمني حتى أكل واشرب ثم تأكل أنت بعد ذلك وتشرب. ممكن واحد فينا يتساءل: إيه ده؟ يسوع بيدعونا إلى نوع من الخضوع لعدم التذمر، للاستسلام، إن نوطي راسنا ننحني؟ لا، يسوع بيقول لنا إن موقف هذا الإنسان الخادم إن وجد فرحه وحياته وسعادته في إنه بيخدم السيد. هو سعيد إنه بيشتغل في الحقل في الصبح وبيحضر الأكل بعد الظهر. ليه؟ لأنه لا يتصرف كالأجير أو الغريب، هو بيتصرف كصاحب بيت، هو عايش هنا كابن. فرحه هو فرح الأب، الابن بيخدم أبوه، بيحب أبوه، وهذا الخادم شاعر إنه في البيت ابن، قلبه مليان بهذا الحب، فهو سعيد وفرحان. الابن دوت، الخادم دوت، بيقول مفيش حاجة نقصاني، عندي كل شيء، بحيا مع السيد، بحبه وبخدمه وهذا يكفيني. ده كان موقف يسوع من أبوه، كان الخادم اللي بيقول أبي أعطاني كل شيء، مفيش حاجة نقصاني، الله أعطاني ذاته. وموقفنا أمام الله اللي بيقول الله هو أبي، هو ربي، وإن أنا لو بشتغل في حقل، لو برعى خراف، لو بشتغل أي شغلانة، كل حياتي، كل ما أعمله هو من أجله ومعه. وجدت ذاتي، وجدت حياتي وفرحي فيه هو. طوبى لنا لو إحنا في موقفنا من الله بنقول حسبي أن أكون خادمك، يكفيني ويملأ قلبي إني أكون ابنك، إني أكون بنتك، إني أحبك وأخدمك في كل ما أعيشه وأعمله، أيا كان شكل اللي بعيشه وأخدمه، في البيت، في مكان عمل، في الكنيسة، في المجتمع. أنا ابن، وحياتي وفرحي إني أكون معك ولك، وهذا يكفيني. أحبائي، نلتقي في حلقة قادمة من خيط من نور.